أمر ملكي سعودي بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وتعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع احتفاظه بمنصب وزارة الدفاع. أمر ملكي يحظى بتأييد 31 عضواً من أصل 34 من هيئة البيعة، ما يساق كدليل من مؤيدي تلك التغييرات على لحمة الأسرة الحاكمة، دليل الحاجة إليه تبرز إذا أخذنا في الاعتبار ما يردده الجانب الآخر عن خلافات حقيقية وغضب بين صفوف تلك الأسرة، أو توقعات بتنحي الملك سلمان قريبة، أو حتى وصف ما حدث بأنه انقلاب ناعم. الخطوة جاءت مصحوبة بتعديلات في النظام الأساسي للحكم، وجاءت في وقت تمر به المملكة بتحديات داخلية وخارجية، من اليمن إلى قطر إلى الضغوط الاقتصادية. ما الذي يعنيه إعفاء بن نايف وتعيين بن سلمان؟ ما تفسير التوقيت وما التبعات؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة. على الهاتف 00442031620022، على bbcarabic.com، على صفحاتنا على فيسبوك وتويتر، أو صفحتي الشخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. الاختيارات متعددة ومتاحة أمامكم لكي تختاروا منها نوافذ للتواصل مع نقطة حوار إلكترونيا. اختاروا وسيلة أو أكثر وابعثوا بالآراء والأسئلة لزميلي أحمد عبد الرازق. أحمد، أهلا بك. أهلا بك محمد. محمد، كما يقول المثل، سيرة وانفتحت، إذ أن التعليقات والمشاركات تنهمر على صفحاتنا بصورة كبيرة وبصورة أكبر على صفحات تويتر، الذي كما تعرف يمثل متنفسا رئيسيا للسعوديين منذ صدور هذا القرار. بشكل عام هنا وعلى صفحاتنا نحن يتناول المشاركون نقاطا كثيرة، وهم يسهبون كثيرا فيما يتعلق بتوضيح رؤيتهم لهذه الخطوة وما تعنيه، ثم تأثيراتها على الداخل السعودي وعلى الخارج أيضا، خاصة وكما أشرت مع يعني أن السعودية تعد شريكة كبرى في العديد من الأزمات الإقليمية التي لم تحسم بعد، مثل اليمن وسوريا. أراء كثيرة ومتعددة محمد، سنعرض لها خلال البرنامج. أعود إليك يا أحمد، شكرا جزيلا. وأنا معي مجموعة من المتصلين بالفعل للمشاركة برأيهم في حوار اليوم. عبد الإله، محمد، عبد الحميد ومحمد، جميعهم على خطوط هواتفنا. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع عبد الإله يتحدث من جدة. عبد الإله، أهلا بك. كيف رأيت هذا القرار؟ هل كان مفاجأة بالنسبة لك؟ اهلا، حياك الله اخوي محمد. اسمح لي اولا ابارك لسمو الامير محمد بن سلمان هذه الثقه وتعيينه ولي العهد، وكذلك الشكر والعرفان لسمو الامير محمد بن نايف على ما قدم في خدمه وطنه. بالنسبه للقرار، حقيقه الشارع السعودي تلقاه بثقه وسعاده لما عرف به الامير محمد بن سلمان من جد وصراحه في عمليه الإصلاح الوضع الاقتصادي والخارجي أيضا، لأنه تولى ملفات، ملف الاقتصاد وملف العلاقات الخارجية. بس هل تلقاها الجميع بالسعادة التي تفضلت وأشرت إليها يا عبد الإله؟ يعني البعض يقول ربما الشباب أو الأصغر سنا يرحبوا بهذه الخطوة، لكن هناك الجيل الأكبر الذي قد يعترض بشدة على فكرة الإطاحة أو الإزاحة أو التغيير أو التبديل أيا كان التصنيف أو التسمية لمحمد بن نايف. شوف أخي محمد، خلينا نتحدث بصراحة. أنا على الاضطرار منذ البداية كنت أتابع، خاصة ما ينزل على تويتر، الكثير أيد الفكرة ومحب الأمير محمد بن سلمان. صحيح هناك فئة، وهي تقريبا قليلة، فئة المتنفعة والمستفيدة في الماضي. الأمير محمد بن سلمان كان صريح وصريح صراحة لم يسبق أحد أن تحدث بها للشارع السعودي. الشارع السعودي يعرف أين يكمن الخلل، فتحدث بكل ثقة، فمؤكد أنه يكون جانب كبير أو جانب قوي يعارض هذا الأمير الشاب. لماذا؟ لأنه حتنقطع المصالح التي كانت لهم في السابق. نعم، تفضل أكمل يا عزيزي. فحقيقة الأمير محمد سوف نرى، أنا بحكم تخصصي كتاريخ أرى أنه بداية الدولة السعودية الرابعة بدأت أولا شاب عنده ثقة، قرارات سليمة، بالإضافة إلى أنه شارك الشباب
يعني لما لاحظ الأمير تبنى الشباب فعلا أعطاهم الفرص وبدأ يتحدث مع الشباب وفرصهم، صحيح أنه قد ينجح البعض وقد يفشل، ولكن بالإضافة إلى السياسة الخارجية دائما سياسة السعودية يلفها أسلوب انه اسلوب الدبلوماسيه اكثر من طيب جيد، لكن بخطوات عمليه عبد الاله سريعا، ما الذي تتوقع ان يتغير في سياسه السعوديه سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي مع قدوم بن سلمان وتعيينه في المنصب الجديد؟ حقيقه بالنسبه للداخلي انا اتوقع اصلاحات كبيره يعني بالنسبه للمواطن وخاصه ظروفه المعيشيه. بالنسبه للسياسه الخارجيه انا اتوقع سياسة سعودية صارمة وشديدة بالحق تقريبا، انتهى عصر المجاملات وسوف ترى كما أتوقع إصلاحه بسياسة المنطقة ككل. طيب شكرا جزيلا عبد الله على هذا الاتصال، لاحقا سأستقبل اتصالات في أخرى، لكن أيضا أرحب بضيفتي هنا في الاستوديو الدكتورة مضاوي رشيد أستاذة علم الاجتماع السياسي في كلية لندن للاقتصاد. دكتورة مضاوي أهلا بك، هل جاء القرار بالنسبة لك مفاجئا؟ لك مقالات تحدثت عن الصراع ما بين الرجلين محمد بن سلمان ومحمد بن نايف، هل القرار جاء مفاجأة بالنسبة لك؟ لا أبدا لم يكن، بل هو كان متوقعا منذ عام 2015 عندما تم تغيير ولاية العهد وعزل الأمير مقرن وترقية محمد بن نايف إلى منصب ولي العهد، وكذلك أتى الملك بابنه الصغير أو الأصغر من الأبناء لهذا المنصب المهم وهو ولي العهد، وكان منذ تلك اللحظة في 2015 وهو يهيئه لأن يتسلم الحكم، وقد حصل هذا بطريقة مفاجئة وسريعة لكنه كان متوقعا. لماذا اختار هذا التوقيت يا دكتور؟ اختير هذا التوقيت لأن هناك أزمة في السياسة الخارجية السعودية وكذلك في الإصلاحات الداخلية المزعومة. داخليا محمد بن سلمان هو في مأزق، لقد تبنى رؤية وهذه الرؤية حتى هذه اللحظة لم تأتي بأي ثمار، وهو يتخبط فتارة يقول للسعوديين عليكم بشد الأحزمة ولن نأتي بأي وظائف جديدة في القطاع العام لقطاع الدولة وهو القطاع الواسع الذي يوفر العمل للمواطنين، وكذلك سيوقف الترقيات والأتاوات للموظفين في القطاع العام، وبعد ذلك عندما يشتد على محمد بن سلمان الضغط الاجتماعي من خلال الاتصالات الاجتماعية والمواقع التي أصبحت متاحة لجميع السعوديين الآن، فهم يقولون ما في قلوبهم وقد عضت عليهم الشدة حيث ارتفعت الأسعار أكثر من 200% منذ تولي محمد بن سلمان هذه المناصب التي جمعها في شخصه وهي منصب ولي العهد وزير الدفاع. فهذا داخليا سنتطرق لهذه الملفات تحديدا يا دكتورة بالتفصيل، لكن أليس ما تقوليه أدعى أن لا يأتي الملك بالرجل ويضعه نائبا له إذن؟ لا، هو مخطط يعني يريد منه أن يستلم زمام الأمور بطريقة رسمية، ولذلك هو اليوم يحاول أن يمهد لنفسه كأنه الملك القادم، وهذا ما سيحصل خلال فترة حكم سلمان. فعند سلمان خياران، الخيار الأول هو أن يتنازل عن الحكم لابنه الآن ويراه يتقلد مناصب الملك، أو أن ينتظر محمد بن سلمان إلى وفاة والده، خاصة بعد أن يطمئن أنه جمع في يده جميع مفاصل الدولة الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. بس هل هناك اعتراض؟ لأن لدينا روايتين، البعض يقول لدينا غضب واعتراض داخل الأسرة الحاكمة، لكن هيئة البيعة تختار الرجل بنسبة ربما لم تحدث في تاريخها على إطلاق 31 صوت من أصل 34. هي هيئة البيعة هي هيئة رمزية ليس لها أي يعني صلاحية. الذي يحصل في مثل هذه الأحوال هو أن الملك بحكم سنه بحكم منصبه كملك يستدعي هؤلاء 34 أمير ويخبرهم بما أخذ من قرارات، هو لا يستشيرهم. نحن لا نتكلم عن بيان عن برلمان ملكي يصوت، وإنما هم يقال لهم ما سيحصل، لذلك ليس لهم وليس عندهم أي قوة هؤلاء الأمراء أن يقولوا لا، خاصة في الوضع الحالي عندما شدد سلمان قبضته
على جميع الأمراء. وفي الماضي خلال السنتين عندما خرجت أصوات من الأمراء المهمشين هم أيضا واعترضت على قرار الملك كانوا قد اختفوا، وهناك يعني نشر بيانات على الإنترنت تبناها أحد الأمراء ولكنهم الآن مغيبين تماما، فقد أخفاهم سلمان. فإذا هذا كان مصير الأمراء فما تتصور أن يكون مصير الشعب؟ طيب، الذي ليس له أي كلمة في الموضوع. في الملفات التي ستواجهها المملكة والتغيير المحتمل أن يحدث بعد هذا التعيين يا دكتور، لكن اسمح لي أن أخذ اتصالات هاتفية أيضا. محمد حماد، محمد مصري لكن يقيم في الرياض. محمد أهلا بك، كيف رأيت هذه التعيينات؟ هل كانت مفاجئة بالنسبة لك، وهل تتوقع تغير على الصعيد الداخلي بداية بما أنك متواجد في المملكة؟ طيب، هو أنا هتكلم عن وجهة نظري كمقيم مصري هنا في السعودية بعيدا عن الخلافات اللي تكلمت عنها في أسرة الحكمة أو هيئة البيعة، وبعيدا عن نظرتي في النظام الملكي ككل. إنما القرار دوت بالنسبة لسؤال حضرتك، النظام القرار ما كانش بعيد، كان قرار متوقع. يمكن زي ما قالت ضيفة حضرتك هو قرار جه بسرعة شوية، ولكنه كان متوقع. الأمير محمد بن سلمان هو الرجل الظاهر الأكثر نشاطا سياسيا واقتصاديا وصاحب رؤية 2030 في المملكة، فقرار ما كانش مفاجئ أبدا. بس كما استمعت ضيفة الدكتورة مضاوي، هي تحدثت أن الأمر بالعكس، ربما الرؤية التي تحدث عنها بن سلمان كثيرا لم تؤتي بالثمار على الأرض، سياسة شد الأحزمة التي لم يعتاد عليها السعوديون أيضا لم تؤتي بثمارها، وإنما جاءت بغضب. يعني أنا هتكلم عن رؤيتي اللي أنا شايفه، لأن أنا كمقيم ما تأثرتش قوي. ممكن ارتفاع الأسعار مؤخرا فترة بسيطة، ممكن بعد كده في كلام عن إن الدعم على المواد البترولية ممكن يتشال، ممكن دوت يأثر علينا أكيد. إنما اللي أنا شايفه في الفترة الحالية أكيد في تخبطات، خصوصا في القرارات الأولى بحرمان الموظفين الحكوميين من الحوافز، وبعد كده إرجاعها تاني، وبعد يعني أكتر من قرار في تخبط. اعتقد ان في عمليات جس نبض كتير بتحصل، ولكن دوت مش هيثني الاراده السياسيه هنا في المملكه على القرارات الاصلاحيه الاقتصاديه. اعتقد ان هي مطلوبه. محمد شكرا جزيلا. قبل ان اعود الى ضيفتي سريعا ايضا، محمد الساعد لكن من جده. يا محمد اتفضل، اطرح وجهه نظرك. تفضل يا سيدي، تفضل سؤالك. السؤال الرئيسي يا عزيزي، كيف قرأت التغييرات التي البعض يقال إنها فاجأته اليوم وتعيين بن سلمان، وكيف تتوقع التغيير المنتظر سواء داخليا أو خارجيا بعد تعيينه؟ طبعا السعودية دولة مؤسسات، دولة عميقة، دولة كبيرة، القرار يؤخذ فيها عبر منظومة من المؤسسات. اليوم القرار اتخذ عبر هيئة البيعة المعترف بها، والتي يعني أعضائها جميع أبناء وأحفاد الملك عبد العزيز، وبالتالي هذا القرار اتخذ بناء على توافق وبالأغلبية ب 31 صوت من 34 صوتا، وبالتالي صدر هذا القرار وتلقاه الشارع السعودي، يعني كما تلقى كثير من التعيينات السابقة في أولياء العهود أو في الملوك على مدى 100 سنة الماضية منذ تأسيس الدولة السعودية الثالثة على يد المرحوم الملك عبد العزيز. طيب، والتغييرات المنتظرة التي تتوقعها، هل هناك تغير في السياسة سواء الداخلية أو الخارجية؟ أنا أؤكد دائما أن السياسة السعودية سياسة ثابتة، السياسة تقوم على مجموعة من المحاور، أن السعودية هي الحاضن الرئيسي للحرمين الشريفين، وبالتالي هي زعيمة العالم الإسلامي، وتنطلق من هذه المعيار باعتبار أن خدمة الحرمين الشريفين هي شرف لها، وهي زعيمة العالم الإسلامي. اثنين، أن يعني السعودية تنتمي إلى حاضن عربي كبير، وبالتالي قومية العربية مهمة ومصالح الأمة العربية في المقدمة. الثالث، أن هي دولة خليجية، وبالتالي تحافظ على مكانة الخليج ضمن منظومة العالم العربي والإسلامي. المحور الرابع، السعودية دولة رائدة وقائدة في العالم باعتبارها واحدة من أكبر مزودي الطاقة، وبالتالي هي تتعامل مع العالم من خلال هذه المنظومة التي طيب يعني إذن لدينا طبقات أو دوائر مختلفة من الالتزامات للمملكة. ما أفهمه منك يا محمد أنها لن تتغير بالتغيرات الأخيرة. جزيل الشكر يا محمد. وما ذكره تحديدا دكتورة مضاوي، سنتوقف عنده ملف
ملف ربما لكي أعرف وجهة نظرك أنت ما بعد هذه التغييرات. دعينا نبدأ بالعلاقة مع دول الخليج والأزمة الخليجية على وجه التحديد، والعلاقة مع قطر تحديدا، لأن البعض في الكثير من التحليلات التي فاجأتنا اليوم ما بعد هذا التعيين المفاجئ بين قوسين ربط بين الأزمة الخليجية وطريقة التعامل معها وبين هذا التغيير. هل هناك رابط من وجهة نظرك؟ ليس الرابط بطريقة مباشرة، لكن أعتقد أننا يعني نزيد على الموضوع عندما نقول أن المملكة العربية السعودية تلعب دور جامع للمنظومة الخليجية. فأنا أراه بالعكس أن دور السعودية هو دور هيمنة على الدول الخليجية الصغرى، وقد يعني لا تتقبل أن تخرج أي دولة خليجية صغرى عن المسار السعودي، فهي تريد فرض سياستها الخارجية على الدول الخليجية الصغرى. وكان أول ضحية هي عمان، واليوم تلتها قطر. عمان عندما قامت بإجراء مفاوضات أو تمهيد لمفاوضات سرية بين إيران والولايات المتحدة في عمان ذاتها في مسقط، رفضت السعودية هذا الدور وغضبت من عمان، والآن جاء دور قطر. السعودية لا تريد الدول الخليجية صغيرة مستقلة، بل تريدها تابعة لها تماما كما هي تبعية البحرين وملك البحرين الذي لأسباب داخلية خاصة به والثورة المستمرة في البحرين رمى نفسه في أحضان السعودية كحليف وكحامي لحكمه لعرشه. لذلك الخلاف مع السعودية هو خلاف مستمر بين دولة كبيرة تريد فرض هيمنتها، لكن مع الأسف الدول الخليجية الصغيرة أنا أعتبرها كأنها في حالة سندويش محاصرة بين السعودية من جهة وبين إيران من جهة أخرى، وقد لا تجد الطريقة يعني الواقعية للحفاظ على استقلالية قرارها، فهي مجبورة هذه الدول أن تتخذ قرار إما يزيد من هيمنة السعودية أو يخرجها تماما. لكن بن سلمان هناك أمثلة على دول صغيرة غنية، نحن نتكلم عن قطر وهي من أغنى الدول، ربما تستطيع، وحتى هذه اللحظة لم نجد أن الحصار المفروض على قطر قد أدى إلى تركيع قطر، بل بالعكس هو أوجد حلفاء جدد لقطر، فهبت تركيا لمساندة قطر. بس إذا قررنا وكانت السعودية تعتقد أن تركيا حليفتها وليس حليفة لقطر. إذا قارنا ما بين بن سلمان وبن نايف في السياسة فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا دكتورة، هل نتوقع تغير في طريقة التعامل سواء للأكثر صرامة أو الأكثر ليونة فيما يتعلق بالتعامل مع هذه؟ أنا بوجهة نظري أن هناك يعني نوع من الأدوار التي يلعبها كل أمير. محمد بن نايف كان دوره في وزارة الداخلية، فهو كان محكم القبضة على المجتمع السعودي، يتجسس على الأمراء وعلى الشعب بنفس الطريقة، وربما هناك صفقة قد تمت بين الملك ومحمد بن نايف ليتنحى محمد بن نايف عن هذا المنصب المهم المفصلي، لأنه هو كان يعني في قبضته وزارة الداخلية التي زجت بالسجون في جميع الأطياف المجتمع السعودي من الإسلامي إلى الليبرالي إلى وكذلك القضاة. المؤسسة القضائية في السعودية كانت تحت سيطرة محمد بن نايف. طب ما الحكمة من عزله من كل ذلك دكتورة؟ عزل أولا محمد بن نايف ليس له ولد يمكن أن يرث العرش، وكذلك سلمان، يعني أي ملك نجد هذا في تاريخ الأمم كلها، الملك يريد الحكم في ابنه، والسعودية من الدول القليلة التي تبع منهج الحكم من الأخ إلى أخيه، وهذا منذ عام 1933، ولكن وصلنا إلى طريق مسدود. سلمان نفسه في الثمانينات من عمره ولم يبقى له أخوة، يعني أخوة صالحين وقادرين على تولي يعني زمام الحكم، لذلك فوجد نفسه أنه هو سيقيم هذا التغيير الجوهري وينقل السلطة من الأخ إلى أخيه ويحصرها في ابنه. واليوم نحن بصدد ليس المملكة السعودية بل المملكة السليمانية، لأن سلمان نفسه قد حدد وغير المرسومات الملكية ليبقى الحكم في ذريته، أي في أبناء محمد بن سلمان. بس التغيير الجديد ألا يفترض أن يتنافى مع ما ذكرتيها؟ التغيير الجديد في طريقة البيع والحكم ألا يفترض أنه يعطي فرصة أولا للأحفاد وليس للأبناء فقط؟ هو يعطي فرصة لمحمد بن سلمان وأبناء محمد بن سلمان بعده، وليس لأبناء أمير آخر قد يأتي من يعني نظرية بعيدة عن الحكم في ذرية سلمان وابنه الحالي. طيب محمد، إذا كنت ما زلت معي في على الهاتف وتريد أن تعقب أو لك نقطة أخرى تريد أن تطرحها. تفضل يا أخوي. إذا كان لك تعقيب يا عزيزي على ما استمعت إليه. يعني أنا مع احترامي للدكتور رمضاوي يعني
يعني تاريخها الطويل في التعاطي السياسي، لكن يعني السعودية لم تفرض على عمان أي هيمنة، بل بالعكس السعودية هي من منحت عمان أكثر من 10 مليارات دولار عندما هب عليها يعني فصول من ما يسمى بالربيع العربي وكان في بداياته، وكان المملكة لم تفرض على عمان أي عقوبات، إنما كانت يعني عاتبت عمان وتمنت على الدولة السلطانية أن تضعها في الصورة عندما يعني هي حملت على عاتقها ما يسمى بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية في ذلك الوقت. لكن يعني السلطنة العمانية وهي تعرف الدكتورة مضاوية هي تنأى بنفسها بشكل دائم منذ بداية يعني حكم السلطان قابوس، تنأى بنفسها حتى عن عمقها العربي وتحاول أن تنظر للعالم من خلال المحيط الهندي، وهذا ما تقوله السياسة العمانية دائما. أنت ما يخص يعني دولة البحرين، دولة البحرين لا ترمي بنفسها، دولة البحرين دولة شقيقة ولها ظروفها الاقتصادية والتي بالتالي يعني تتعامل معها بقية دول الخليج تعامل خاص، يعني السعودية والكويت وقطر والإمارات وحتى عمان تساعد البحرين في الظرف الاقتصادي، وهذا لا يعيب يعني ولا طيب. شكرا جزيلا محمد على المشاركة. دكتورة مضاوي، ملف اليمن والحرب الدائرة في اليمن كان في يد محمد بن سلمان بالفعل في المنصب الماضي، الآن هل ستتغير طريقة التعامل السعودية ما بعد قدومه في هذا المنصب الجديد؟ لا أعتقد، هو لا يزال وزير الدفاع ولا تزال حرب اليمن هي حربه الخاصة التي يحاول أن يكسب من يعني بعد انتصاره فيها الذي لم يحصل أكثر من سنتين الآن، وهو يقصف اليمن من الشمال إلى الجنوب ولم يحصل أي تغيير على الأرض الواقع، لأنه حدد مصير الحرب أراد الانتصار ليس بالتفاوض وليس بتقاسم السلطة، لأن الحرب في اليمن هي حرب محلية تساعدها السعودية وبعض الأطراف الأخرى، الحلف الذي حصل بين السعودية والإمارات وغيرهم. والآن اليوم لا يوجد يمن واحد، بتصرف السعودية وعدوانها على اليمن أصبح عندنا عدة يمن، ليس يمن شمالي وجنوبي فقط، وإنما هناك بؤر كل بؤرة منها تحاول أن تكون دولة، وهذا ما أدى إليه التدخل السعودي الإماراتي في اليمن. بس لدينا تدخل آخر وهو التدخل الإيراني أيضا الذي في اليمن على وجه التحديد، والذي تحدث عنه بن سلمان وقال أننا ربما يجب أن ننقل المعركة للداخل الإيراني نفسه، اللهجة فسرت على أنها احتمالية للتصعيد، احتمالية قد تأتي بالكثير من السلبيات على المملكة نفسها، عندما يأتي في هذا المنصب الجديد كيف ستتعامل مع إيران؟ طيب، أولا هو اليمن كغيره كسوريا والعراق بؤر مفتوحة لصراع إقليمي بين عدة دول، أولها السعودية، إيران عامل مهم، وكذلك تركيا لا ننسى، وهناك دول صغيرة أيضا تحاول أن تتدخل كقطر أو مصر، حتى مصر تتدخل في شمال أفريقيا في ليبيا، لذلك هنا صراع قائم إقليمي، والسعودية بثقلها وضعت يعني جميع مواردها خلف مجموعات معينة. لكن تصريح محمد بن سلمان أنه سينقل المعركة إلى إيران، هو يعني هذا هو لا يفهم أن في لغة العلاقات الدولية هذا بمعناه إعلان للحرب ضد إيران وكل شيء مسموح، يعني هنا دولة تقول سننقل الحرب إليكم، ولكن هناك عامل مهم، هو لن يستطيع أن ينقل الحرب ويواجه إيران بطريقة مباشرة. السعودية ودول الخليج جربت حرب إيران وزجت بالعراق تحت صدام حسين ليقوم بحرب ضد إيران مدتها 8 سنوات، انتهت بمأساة للشعب العراقي وللشعب الإيراني بأموال خليجية كانت تمولها ولم نصل إلى نتيجة. لذلك ربما محمد بن سلمان ومحمد بن زايد حليفه في الإمارات لا يستطيعون أن يقوموا بحرب مفتوحة مع إيران، يعني إيران أكبر منهم، قدراتها أكثر، عندها ميليشيات في العراق وسوريا، وهم لن يستطيعوا، كل ما عندهم يعني طيران يقصف من السماء، وحتى هذه اللحظة في اليمن لم يستطيعوا أن يصلوا إلى نتيجة. لذلك الحروب التي سيخوضها محمد بن سلمان ستكون حروب باي بروكسي، يعني من خلال أطراف وسطاء. طيب آخر شيء دكتورة، وما يتعلق بالمستقبل الأقرب، منذ الإعلان عن هذه التغييرات قرأنا الكثير من التغريدات أو حتى المقالات تتنبأ أو تتوقع أن يتنازل الملك سلمان قريبا أو يتنحى، وبالتالي
وبالتالي يأتي محمد بن سلمان ملكا للسعودية. هل توافقي هذا التحليل وهل نتوقعه قريبا جدا؟ ربما يكون هذا تحليل صحيح، خاصة وأن سلمان يعني وصل به العمر إلى مرحلة متقدمة ويريد أن يطمئن أن ابنه في منصب الملك. لكن لا نجد أي ملك سعودي تنحى في الماضي. عندما تنحى الملك سعود عام 1964 كان تحت ضغط المدافع عندما حاصروا القصر واستلم الأمير فيصل سدة الحكم وأصبح ملك السعودية. لكن في هذه اللحظة ربما يتنازل سلمان لسبب واحد، لأنه يريد أن يطمئن أن لا أحد في السعودية يستطيع أن يقوم بأي عملية أو انقلاب على قراره الذي اتخذه اليوم. شكرا جزيلا دكتورة مضاوي الرشيد، أستاذة علم الاجتماع السياسي في كلية لندن للاقتصاد. جزيلا شكرا على التواجد معنا في نقطة حوار. وسريعا لمجموعة أخرى من الاتصالات، علي تحديدا يتحدث من اليمن. علي أهلا بك، وكما استمعت لحديثي مع دكتورة مضاوي منذ قليل، اليمن واحد من الملفات التي طرحت عند الحديث عن هذه التغيرات في القيادة السعودية. هل تعتقد أن طريقة التعامل مع الملف اليمني ستتغير؟ نعم، مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا، أهلا بك. تغييرات جذرية في هيكل المملكة العربية السعودية اليوم إثر تولي الشاب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. تغييرات جذرية نتمنى ضم اليمن لمجلس التعاون الخليجي وحماية اليمن، البوابة الجنوبية للوطن العربي من إيران. الأخت رشيدة تتكلم من لندن وتقول أن العراق كان يدافع عن العرب من أجل الأموال. لا، قدام حسين كان يدافع عن العرب ولم يساوم. إذا كان ساوم كان أيام حصار عام التسعينات لتحالف مع إيران وضد العرب. الرجل تم في النهاية بمفرده وأعدم يوم العيد بمفرده وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. يكفي مجاملة، يكفي أن نجامل إيران. إيران أكبر منها الله سبحانه وتعالى، وإيران تدعو شعوب المنطقة إلى التفرقة. يجب حماية البوابة الجنوبية بالمقابل الوطن. وفي نفس السياق يا علي، إيران أيضا هناك تصريحات من القيادة الجديدة صوبها وفكرة نقل المعركة إلى أرضها. هل تعتقد أن من الجيد إطلاق مثل هذه التصريحات؟ مرة أخرى ضيفتي تتحدث عن أن هذا الأمر بمثابة أو كأنه إعلان حرب بين الدولتين. أيوة، إعلان حرب باردة بين الطرفين. السعودية تدعم دولة الأحواز، دولة الأحواز في إيران، وتدعم المقاومة الأحوازية بالخارج بالأموال، وتدعم المعارضة الإيرانية في الخارج بالأموال. وإيران تدعم الشيعة في المناطق الشرقية، وتدعم الشيعة في البحرين، وتدعم الحوثيين في اليمن، وتدعم الشيعة في العراق، وتدعم الشيعة في سوريا. إذن الحرب حرب مذاهب، حرب طائفية، حرب وجود في المنطقة، حرب ما بين حرب مذاهب أو حرب طائفية كما ذكرت، وأيضا حرب بالوكالة كما ذكرت ضيفتي منذ قليل. علي شكرا جزيلا على الاتصال ووجهة نظر واضحة. لدي مجموعة من الاتصالات الهاتفية الأخرى لاحقا ربما نتوقف عندها، لكن سريعا مرة أخرى إلى زميلي أحمد عبد الرازق لعرض أبرز الآراء التي جاءت إلكترونيا. أهلا بك من جديد محمد، وحوار متسع بالفعل سواء على صفحاتنا أو على صفحات تويتر بصورة أقوى، وهو لا يخلو من استقطاب إذا أن المشاركين لدينا وعلى تويتر أيضا وفي معرض حديثهم عن القضية هم يبدون في خلاف بشأن القرار الذي اتخذ في المملكة العربية السعودية. منهم من يرى أن الخطوة إيجابية للسعودية والخارج، ومنهم من يرى أن أثرها سيكون سلبيا بصورة كبيرة، وهم يمثلون الجانب الأكبر في حوارنا اليوم. على تويتر تحديدا هناك انقسام واضح يبدو من الهاشتاجات التي انطلقت منذ أن صدر القرار، ومنها مثلا أبايع محمد بن سلمان وولي للعهد وشكرا محمد بن نايف وانقلاب محمد بن سلمان وهاشتاج أوامر ملكية. وتحت تلك الهاشتاجات ينقسم السعوديون وغيرهم أيضا بين مبايع لولي العهد الجديد ومن يرى أن الأمر لا يعدو أن يكون انقلابا ناعما داخل الأسرة المالكة السعودية. دعنا نتحدث طيب عن من أبدوا برأيهم على مواقعنا بداية في الخطوة بالمجمل. نعم، كما شفت محمد فإنه في معرض الحديث الناس عن الناس حول كيف يرون الخطوة هناك أيضا نوع من الاستقطاب، فهم لا يخفون مواقفهم وهم يتحدثون عن ذلك. خذ مثلا هنا مصطفى أبو العدل يقول ولي العهد وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس المجلس الأعلى لشركة أرامكو هو استعداد لنقل السلطة له انقلاب ناعم بين قوسين على أبناء سعود الآخرين.
أبو بكر مختار، تجاوز للتراتبية، يقصد ما حدث تجاوز للتراتبية مما سيترتب عليه صراع عنيف ومكتوم على السلطة، سوف يظهر رويدا رويدا إلى السطح كما يقول خالد الإدريسي. انقلاب كامل الأركان، حتى وإن أبدى بالنايف رضاه فهو مكره، هكذا يقول. عبد المنعم مياح له رؤية مختلفة، يقول هذه بداية الإنجازات الكبرى، وستصبح المملكة الدولة الصناعية الأولى على مستوى الشرق الأوسط، يقصد في عهد محمد بن سلمان. نشوان الشاوش هو تمهيد لنقل السلطة إلى القيادات الشابة، هكذا يرى. لكن هل توقع المشاركون اختلاف في السياسة السعودية سواء داخلية أو خارجية حتى؟ نعم محمد، بالفعل قد اجتذب هذا الجانب الذي تحدثت عنه جانبا كبيرا من المشاركين، ممن تحدثوا في هذا الصدد مثلا هشام وهو يقول لا داعي للتوقع، يعني توقع المرحلة القادمة، فقد رأينا حكمته الكبيرة في حربه العالمية ضد قطر، وكيف حاصرها جوا وبحرا وبرا، وكيف سلط غرامات على كل من يدعم الإرهاب العالمي القطري، وكيف استطاع عزل الأسر التي أخطأت وتزوج أحد أفرادها من قطري أو قطرية. إنه الحاكم الرشيد يقول والولي الصالح وقائر الإرهاب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عماد يقول أتوقع ربما التصعيد أكثر ضد إيران في المرحلة القادمة، يقصد لأن ولي العهد الجديد محمد بن سلمان هو أكثر من يخاطب إيران بلهجة عدائية ضمن شخصيات الأسرة المالكة، يقول ويتصدر المواقف ويتكلم باسم المملكة في هذا الشأن. توقع للتصعيد مع إيران. علوي محمد، إن شاء الله ستكون للسعودية في عهده مواقف سياسية إيجابية وكبيرة، كذا يقول. رياض البياتي أيضا في نفس الاتجاه يقول أعتقد أنه سيتمكن من إدارة الأمور بشكل جيد في المملكة في المستقبل القريب، هكذا يقول. أبرز ما جاء على تويتر طيب أحمد بما أنه ساخن كما ذكرت. نعم محمد، كما أشرت هناك سيل من التعليقات على تويتر، وهناك انقسام كبير منذ صدر هذا القرار عبر عدة هاشتاجات أشرت إليها سابقا، بين من يبيعون الولي العهد الجديد ومنهم من يرى في الأمر غير ذلك، يعني يرون أنه سلبيا. مشعل الخالدي يغرد أبايع محمد بن سلمان وليا للعهد على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وكذا يقول من المبايعين. الكاتب الصحفي السعودي سلمان الدوسري، هذا غيض من فيض ما نمتلكه نحن السعوديون، لن تجد مثل هذا التكاتف سوى لدى أسرتنا الحاكمة عظيمة يا السعودية، هكذا يقول، معلقا على الصورة التي جمعت بين محمد بن نايف ومحمد بن سلمان. ناصر المطيري يغرد ضمن هاشتاج أوامر ملكية شاكرا محمد بن نايف، يقول ستبقى في قلوبنا ما حيينا بقدر الصدمة والألم، نقول لك شكرا على ما قدمت يا أسد السنة وقاهر الإرهاب، هكذا يقول. محمد المسمري ضمن هاشتاج انقلاب محمد بن سلمان يقول انقلاب الملكية على محمد بن نايف وإطاحته من ولاية العهد وجميع مناصبه وتعيين بن سلمان وليا للعهد، إن شاء الله بداية الخبطية بينهم، هكذا يقول بالعامية. من يسمي نفسه العبد يقول انقلاب ناعم في السعودية بعد فشل الانقلاب على تميم، وغدا محمد بن زايد ينقلب على خليفة، هكذا يقول، لكن هذا يضيف لن يضير قطر وتميم وتركيا. على تويتر محمد هناك ما يشبه بساحة معركة بين اتجاهات مختلفة من السعوديين وغير السعوديين بشأن الموضوع. وأنا سأعرض مجموعة من الآراء سواء من السعوديين أو من غيرهم يا أحمد، شكرا جزيلا، سأعود إذا وردت آراء أخرى، لكن خطوط الهاتف متواصلة في الرنين، وأتحدث لعبد الرحمن من اليمن. عبد الرحمن أهلا بك، هل يمكن أن تتغير أو كيف يمكن أن تتغير سياسة السعودية تعتقد بعد هذه التغييرات في القيادة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أصبحت السياسة السعودية تتخذ طابع غير معتاد، وهناك اتجاه للاستحواذ على الحكم في ظل الصدام مع محيطها الإقليمي. لا أحد يستطيع التنبؤ حول مستقبل السياسة، غير أن الواقع يشير إلى أن قد تكون هناك صراعات في الأسرة الحاكمة وانقسامات بسبب طموح الجيل الثالث لهذه الأسرة، وسياسة محاولة لي الأذرع لمحيطها الإقليمي. هناك وثيقة لتداولها مواقع التواصل الاجتماعي حول رفض القرار من بعض الأمراء في الأسرة الحاكمة.
طيب بس هو من الطبيعي أن أي قرار يكون له مؤيدون ومعارضون، لكن بالتزامن هناك حديث عن أن الأمير الشاب له شعبية كبيرة خصوصا في وسط الشباب، وأنه نجح بالفعل في تحقيق بعض الإنجازات خصوصا على الصعيد الاقتصادي وكذلك على الصعيد السياسي أيضا. هناك قرارات سبقت هذا القرار اللي أعطاه محمد بن نايف، وهي أشبه بهيكلة لمدراء وقادة عسكريين في مختلف أنحاء المملكة، وتعيين سفراء وقادة من الجيل الثالث الدعمين لمحمد بن نايف. الحرص على ظهور إعلامي لمحمد بن نايف يبايع محمد بن سلام محاولة لتخطيف الصدمة، صدمة القرارات على الشارع السعودي والأسرة الحاكمة الذي تعتبر هذا القرار بالمثابة لا انقلاب، فهو أول مرة أحد من الجيل الثالث يصعد إلى هذه المرتبة ولاية العهد. طيب شكرا جزيلا عبد الرحمن على المشاركة. ما زال معي مجموعة من المتصلين هاتفيا، لكن سريعا أيضا أرحب بضيف في عبر الأقمار الصناعية من جدة الدكتور خالد محمد مطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي في جامعة الفيصل. دكتور خالد أهلا بك، هل تعتقد أن توقيت القرار جاء في محله؟ لماذا الآن على وجه التحديد، وكيف يستطيع القرار أن يحتوي بعض الأصوات المعترضة؟ يعني أنا ما عندي خلفية لماذا الآن بالذات، ولكن عندي إحساس بأن وملاحظة بأن هناك ترند قوي بدأ منذ أيام الملك عبد الله رحمه الله لتمكين الشباب وتمكين المرأة، لأنه 70% من سكان المملكة العربية السعودية هم من الشباب، وكانت الوزارات والوزراء وكبار المسؤولين يعني المتوسط العمر لهم 55 سنة أو 57 سنة، الآن أصبح متوسط العمر حوالي 30 سنة. هذا الاتجاه تسارع في السنتين الأخيرة، لأن الأمير محمد بن سلمان كان يدفع بهذا الاتجاه تمكين الشباب تمكين النساء في مواقع قيادية، وقد لاحظنا خلال حزمات التعيينات التي مضت كلها كانت تركز على فئة الشباب في مواقع قيادية، بعضهم كان كثيرون يتنبؤون بأنهم سيفشلون ولكنهم نجحوا في وزارات هامة في سفارات هامة، مستشارين للديوان في مواقع عسكرية وأمنية واستخباراتية، وجاءت الحزمة الأخيرة وفيها الآيكون لكل هذه الظاهرة، ظاهرة تمكين الشباب، وهو الأمير محمد بن سلمان. تمكين الشباب جيد يا دكتور خالد جدا في حد ذاته، لكن المشكلة أن البعض يقول أن المرحلة ليست تمكين الشباب لكنها تمكين الآيكون كما تفضلت، تمكين محمد بن سلمان. الآن لدينا قائمة طويلة من الوظائف هي موجودة بيد الرجل وكأنه يمتلك كل مفاصل الدولة تقريبا، وهذا لا يخفي خوف كثيرين أن هذه مجرد خطوة تمهيدية كي يصبح الملك وقريبا جدا. يعني هذه تكهنات، وفي النهاية هذه أمور داخلية لا تخص أكثر الذين يدلوا بدلوهم في هذه الأمور. نحن في السعودية من تتفق عليه الأسرة الحاكمة ليكون هو ولي الأمر نبايعه، يعني المسألة لا تعني غيرنا، ولذلك أستغرب هذا الاهتمام الشديد في هذا الشأن. عموما التكهنات معظمها لم تتحقق، أسرة آل سعود أثبتت عبر التاريخ أنها قادرة على انتقال السلطة بسلاسة كاملة، يعني انتقال السلطة من الملك سعود إلى الملك فيصل في بعد اغتيال الملك فيصل رحمه الله، وفاة الملك خالد بنوبة قلبية، في كل الظروف هذه كان انتقال السلطة سلس وسريع وشفاف، فلا أعتقد أنه في مجال التكهن، لكن هل لأن أي شيء ممكن أن يحدث. هل تعتقد أن هذه المرة أيضا ينطبق عليها ما تفضلت به، ليس عن انتقال السلطة لأن يعني من المبكر أن نتحدث عن شيء لم يحدث، لكن على نقطة التعيين في حد ذاتها، هل لدينا الرضا الكافي تعتقد في صفوف الأسرة الحاكمة؟ لأن هناك البعض يتحدث عن غضب في الأسرة الحاكمة من فكرة التعيين، البعض يضع علامة استفهام على عزل بن نايف من جميع مناصبه وليس فقط حتى من منصب ولي العهد. نظام هيئة البيعة يجمع أبناء أو من تبقى على قيد الحياة من أبناء الملك عبد العزيز، وهم 34 من الذكور، كلهم ما عدا ثلاثة
وافق، وهذا رقم بالمناسبة قياسي لم يحدث من قبل، 31 من 34 وافقوا واعتمدوا الأمير محمد بن سلمان. بس هؤلاء هل يصوتوا يا دكتور أم يبلغوا بقرار الملك؟ لا لا لا، في تصويت طبعا، في تصويت، ومن أراد أن يعترض يعترض، في النهاية تأخذ بالأغلبية، في نظام منشور على فكرة، يعني في شفافية في هذا الأمر، فالأغلبية العظمى يعني وافقت. فإذا كان هناك من لا يرضي هذا القاعدة طبيعي، يعني الناس لا تجتمع على رأي واحد. طيب لدينا نقاط بعينها أو ملفات بعينها، أريد أن أعرف وجهة نظرك في التغيرات التي قد تطرأ على سياسة المملكة فيما يتعلق بها، لكن اسمح لي أن أخذ اتصالات هاتفية دكتور أرجوك. محمد جابر يتحدث من سلطنة عمان. السلام عليكم. عليكم السلام يا محمد، أهلا وسهلا، تفضل. أهلا، في سؤال محدد؟ السؤال الرئيسي يا عزيزي، كيف رأيت هذا التعيين أو هذه التغييرات في السلطة في السعودية، وهل تتوقع أن يكون لها تغيير على صعيد السياسات كذلك؟ سيدي، هو أنا لن أضيف كثيرا على ما تفضل الدكتور الضيفة اللي كانت موجودة مع حضرتك، هي لعبة كراسي موسيقية، لكن الفرق الوحيد أنه لا يوجد خسران. الأسر الحاكمة في هذه المنطقة لا تهتم كثيرا بمن يكون في الواجهة. الجميع يعرف أنه يتم تنصيب الأمراء والملوك في هذه المنطقة بعد مباركة غربية. أما بالنسبة للسياسة الخارجية، فأعتقد أنه محمد بن سلمان هو سيسير على نهج نفس الأسرة، وهي أسرة الأسرة الحاكمة في السعودية، بالنسبة للسياسة الخارجية تجاه مصر واليمن. وكما قالت وتفضلت الدكتورة ضيفة حضرتك، تريد الهيمنة على المنطقة، تريد الهيمنة على دول الخليج، تريد فرض الزعامة على دول العالم الإسلامي بشكل عام والعربي بشكل خاص، وهذا يعني واضح في ما فعلته مع مصر وما فعلته مع اليمن. الأمر يتلخص في يعني تقويض الربيع العربي. الأمر يتلخص في ثلاث محاور بالنسبة للسياسة الخارجية، وهي تستمر عليها. طيب. تقويض أي تجربة ديمقراطية في العالم العربي أو إجهاضها، بما في ذلك ظاهرها الشعب كما حدث في مصر. يعني حتى لو في تجربة ديمقراطية ومعها ظاهر شعبي زي الإخوان أو غيرهم، ستتم تقويضها وتقويض ظاهرها الشعبي بكل الوسائل الممكن. الأمر الثاني، بتعمل مع الحكومات اللي هي جابتها، زي حكومة عبد الفتاح السيسي أو أي حكومة هي بتجيبها في المنطقة، سواء محلية يعني في المنطقة إقليميا أو عربيا أو إسلاميا. وهذا حدث في فرض طيب. الهيمنة مع قطر. الأمر الثالث يعني يا محمد، كي نأخذ تحقيق الأمر الثالث سريعا. نعم، الأمر الثالث، الأمر الثالث هو الإذن الدولي، بس مش هنقول حاجة، أنا ما سمعتش. الأمر الثالث هو الاعتراف الدولي، الاعتراف الدولي، وهو لازم ان هو يجي محمد سلمان او غيره باعتراف دولي او مباركه دوليه بحيث انه يكون تم التوافق عليه. طيب محمد، شكرا جزيلا على المشاركه. اعود الى الدكتور خالد، واخذ فقط من كلام محمد، طبعا هذه وجهه نظره، لكن اخذ الجزء الاول ما يتعلق بالعلاقه مع دول الخليج على وجه التحديد، واللي تجسد كثيرا في الأزمة الأخيرة ما بين الدول الخليجية مع قطر. هناك من يقول أن ما يحدث من تغييرات له علاقة بالأزمة مع قطر، وأن الأمير محمد بن سلمان ربما هو الأكثر تطرفا فيما يتعلق بالتعامل، أو الأكثر حدة وشدة فيما يتعلق بالتعامل مع هذه القضية. هل نتوقع تغيير طيب في سياسة المملكة صوب الأزمة الخليجية أو دول الخليج؟ اسمح لي أن أوضح لك وللمتصل بأن المملكة العربية السعودية الذي يديره هو ولي الأمر، هو الملك، هو القرار النهائي، وهو المرجعية لكل المؤسسات الحكومية. كل من يعمل مع الملك من أبنائه من إخوانه ومن يعملون لتنفيذ الأهداف المتفق عليها. الأمير محمد بن سلمان كان
معنيا بهذا الملف بالذات، ملف قطر، وبالتالي سيستمر على إدارته لهذا الملف. والمسألة ليست مسألة مزاج شخصي، هي مسألة أمن دولة ومسألة وجودية. يعني إذا كانت هناك دولة تتعاون مع أعدائك، تتعاون مع المعارضة داخل وخارج البلاد، تحرض على الانقسام، على الفتن الطائفية، كما اتضح من التسريبات الصوتية لعدد من القيادات القطرية، فلا يمكن أن يعني تسمح أي دولة أيا كان مستوى المسؤول فيها أن لدينا رأس الهرم إلى أي مواطن. ربما نتفق على المبدأ العام حتى في المملكة، لكن هذا لا ينفي أن لدينا أصوات مختلفة يختلف درجة حدتها بين من يرى التصعيد ومن يرى التهدئة حتى في المملكة. يا دكتور، أنا لم أسمع سؤال جيد، ولكن سؤالي تتكلم كان عن التصعيد، هل هو لا، سؤالي كان ما ذكرته ربما مفهوم كمبدأ عام، لكن هذا لا ينفي أن حتى داخل المملكة نفسها لدينا من يميل إلى لهجة التصعيد ومن يميل إلى لهجة المهادنة أو بداية التصالح، ولهذا كان سؤالي الأول. الهدف من للجميع، كلنا سواء في الحكومة أو في الشعب، نريد أن نتصالح في نهاية المطاف، وكل ما تفعله الحكومة السعودية هو ده هدفه مصلحة قطر ومصلحة السعودية ومصلحة الخليج. لا يمكن أن نقبل أن يكون شقيق من أشقائنا في يعني في بيته يستضيف إرهابيين، أناس مطلوبين العدالة الدولية، أناس يرمون بالحجارة على جيرانهم وأشقائهم. يعني فالمطلوب إنقاذ قطر من هؤلاء وإنقاذ الخليج، فنحن نميل إلى التصالح، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. لو أعلن اليوم أمير قطر أن هؤلاء سيخرجون وأنه سيلتزم بما وقع عليه هو نفسه في 2014 من ميثاق بينه وبين دول الخليج، فسينتهي كل شيء. طيب، نحن نريد الصلح ونريد التوافق، ولكن المشكلة التعنت من الجانب الآخر. طيب، أحمد المواشي يريد أن يشارك. يا دكتور أحمد المواشي من العراق، تحياتي لك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. الحقيقة أنا كعراقي أقرأ المشهد هكذا، ما جرى في السعودية هي انقلاب ناعم، هناك صراع كبير على السلطة منذ مدة طويلة في السعودية، هذا لا شأن لي به. استطاع محمد بن سلمان أن يمهد للتأييد الدولي لهذه الخطوة من خلال فترته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهندسته لصفقة 450 مليار دولار التي وقعها الملك فيما بعد. استطاع أنه يكون حجر أساس في الصراع مع قطر. محمد بن سلمان هذا شأن داخلي، يعني أنه الملك يختار ابنه ويريده أن يكون يعني خليفته. ما يهمني في الأمر أن محمد بن سلمان يحمل نزعات طائفية مريضة للأسف، هو يمسك في كل أوراق السلطة في السعودية، الملك مريض، هو الآن يدير السلطة منذ مدة طويلة وليس الآن، كل المناصب السيادية حتى قبل تنصيبه اليوم كانت بيده. التصريحات المعادية لإيران حقيقة أنا أفهمها من وجهة نظر طائفية، لأنه دائما عندما يتم التصعيد ضد إيران هو في الحقيقة هذا ظاهرة إيران، ولكن إيران أصبحت شئت أنا أم أبا غيري أصبحت واجهة للطائفة الشيعية في العالم. التصعيد هو التصعيد أنا أفهمه ضد الطائفة الشيعية. يعد الأمير محمد بن سلمان لأن يكون ملك المستقبل، وكذلك هو القائد الذي سيقود الحرب ضد إيران. طيب دكتور محمد بن سلمان، طيب شكرا جزيلا يا أحمد، النقطة واضحة، وخلينا نستمع لأن الوقت تقريبا قرب على الانتهاء لتعقيب من الدكتور خالد، إذا كان لك توضيح أو رد على ما ذكره أحمد. يا دكتور، يعني احنا لا تجاوزنا التطاول والاتهامات المرسلة، فسنقول أننا عندنا شيعة وعندنا سنة في هذا البلاد، وعندنا إسماعيليين وعندنا صوفيين وعندنا من كل الطوائف، كلهم يعيشون في هذا البلاد بأمن وأمان، وولائهم لهذا الوطن وبيعتهم لهذا الملك، وليس بيعتهم للولي الفقيه ولا للمرشد العام ولا لأي خليفة المسلمين، وولائهم هو لهذا الملك، ومن يخرج عن هذه البيعة فلا يكون قد يكون أسقط من عنقه بيعة ولم يعد مواطنا. ما ذكروا المهم في الكلام ليس البعد الطائفي يا أستاذ نعم. أحمد، لكن المهم هو فكرة العلاقة أو التوجه صوب إيران. لبن سلمان تصريحات يقول فيها مباشرة أننا يجب أن ننقل المعركة للداخل الإيراني، والبعض فسرها أنها ربما تكون شرارة حرب حتى إذا جاء هو بالفعل للسلطة. لا، يعني هو يريد أن يقول أن إيران تلعب في ملعبنا،
ونريد أن ننقل المباراة إلى ملعبهم. يعني إيران تلعب في المنطقة الشرقية، في السعودية، في البحرين، في اليمن، في دول الجوار، في كل مكان، وعلينا أن نشغلها بنفسها، وهذا من حق أي دولة. يعني أنت الذي بادرت بالاعتداء على مدى 4 عقود، الآن تستنكر أن ندعم المعارضة أو ندعم المضطهدين في إيران، ندعم الذين يتوقون إلى الحرية والتخلص من هذا النظام النظام الملالي الظالم. آخر شيء يا دكتور وسريعا جدا، هم بالذات أن يعترضوا. آخر شيء وسريعا جدا، أنا بعد هذه التعيينات البعض قال أن هذه تهيئة كي يتنازل الملك عن الحكم وينقل الحكم تماما للأمير محمد بن سلمان. هل نتوقع هذه الخطوة؟ سريعا بس أرجوك. يعني أرجع مرة أخرى وأقول هذا شأن داخلي يا إخواننا العرب، هذا شأن داخلي لا يخصكم ولا يعنيكم. إن نحن نرضى بولاة أمرنا بما اختاروه لأنفسهم وما اجتمعوا عليه، فإذا كان جاء محمد بن سلمان أو جاء غيري هذا شأن داخلي. أنا يعنيني ما يعنيهم هم، إن محمد بن سلمان ماذا يعني للعراق، ماذا يعني لليمن، هذا موضوع آخر من حقهم أن يتكلموا فيه. نعم. أما ما نختاره نحن لقيادتنا فهذا حقنا الخاص كسعوديين. شكرا. ولا نسمح لأحد بالتدخل فيه. جزيلا شكرا دكتور. دكتور خالد محمد بطار في الأكاديمية والمحلل السياسي في جامعة الملك فيصل، شكرا جزيلا لك. سريعا زميلي أحمد عبد الرازق ربما لديه مشاركات جديدة. أحمد. نعم محمد، ومن آخر ما وصلنا مشاركات أقرأ أولا تلك التغريدات من تويتر. بدر العساكر يغرد: أبايع محمد بن سلمان وليا للعهد، وفقه الله ورعاه وحفظه، جزيل الشكر لسمو الأمير محمد بن نايف على كل ما بذله من جهد في خدمة دينه ووطنه. معتز يغرد: شكرا للأمير محمد بن نايف رجل الأمن الأول على كل ما قدمه للوطن، وأعان الله الأمير محمد بن سلمان. محمد القحطاني يغرد: مثل ما توقعت راح تقوم بينهم وراح يصير أخس من كذا لين ينقلب الحكم على محمد بن سلمان. إليك محمد. يا أحمد شكرا جزيلا على هذه المشاركات. استمروا في الإدلاء برأيكم على نوافذنا الإلكترونية المختلفة. اليوم من يفضل هذا النوع من التواصل، لكن من يفضل أو يحبذ الاتصال عبر خطوط الهاتف المباشر الحديث يتواصل معي أنا محمد عبد الحميد على راديو بي بي سي. حتى قريب.